عزيزي ثيو، إلى أين تمضي الحياة بي؟ ما الذي يصنعه العقل بنا؟ إنه يفقد الأشياء بهجتها ويقودنا نحو الكآبة. إنني أتعفن مللا لولا ريشتي وألواني هذه، أعيد بها خلق الأشياء من جديد. كل الأشياء تغدو باردة وباهتة بعدما يطئها الزمن. ماذا أصنع؟ أريد أن أبتكر خطوطا وألوانا جديدة غير تلك التي يتعثر بصرنا بها كل يوم. كل الألوان القديمة لها بريق حزين في قلبي. هل هي كذلك في الطبيعة؟ أم أن عيني مريضتان؟ ها أنا أعيد رسمها كما أقدح النار الكامنة فيها. في قلب المأساة ثمة خطوط من البهجة أريد لألواني أن تظهرها. في حقول الغربان وسنابل القمح بأعناقها الملتوية، وحتى حذاء الفلاح الذي يرشح بؤسا، ثمة فرح أريد أن أقبض عليه بواسطة اللون والحركة. للأشياء القبيحة خصوصية فنية قد لا نجدها في الأشياء الجميلة، وعين الفنان لا تخطئ ذلك. اليوم رسمت صورتي الشخصية، ففي كل صباح عندما أنظر إلى المرآة أقول لنفسي: أيها الوجه المكرر، يا وجه فانسان القبيح، لماذا لا تتجدد؟ أبصق في المرآة وأخرج. واليوم قمت بتشكيل وجهي من جديد، لا كما أرادته الطبيعة بل كما أريده أن يكون. عينان ذئبيتان بلا قرار، وجه أخضر ولحية كألسنة النار. كانت الأذن في اللوحة ناشزة لا حاجة بي إليها، أمسكت الريشة أقصد موسى الحلاقة وأزلتها. يظهر أن الأمر اختلط علي بين رأسي خارج اللوحة وداخلها. حسنا، ماذا سأفعل بتلك الكتلة اللحمية؟ لقد شاخ العالم وكثرت تجاعيده، وبدأ وجه اللوحة يسترخي أكثر وأكثر. آه يا إلهي، ماذا باستطاعتي أن أفعل قبل أن يهبط الليل فوق برج الروح؟ الفرشاة والألوان وبسرعة أتدارك ضربات مستقيمة وقصيرة، حادة ورشيقة، ألواني واضحة وبدائية، أصفر، أزرق، أحمر. أريد أن أعيد الأشياء إلى عفويتها، كما لو أن العالم قد خرج توا من بيضته الكونية الأولى. أمس رسمت زهورا بلون الطين بعدما زرعت نفسي في التراب، وكانت السنابل خضراء وصفراء تنمو على مساحة رأسي، وغربان الذاكرة تطير بلا هواء. سنابل قمح وغربان، غربان وقمح. الغربان تنقر في دماغي. كل شيء حلم، هباء وأحلام، وريشة التراب تخدعنا في كل حين. قريبا سأعيد أمانة التراب وأطلق العصفور من صدري نحو بلاد الشمس. سأفتح لك القفص بهذا المسدس. غليوني يشتعل، الأسود والأبيض يلونان الحياة بالرمادي. للرمادي احتمالات لا تنتهي، رمادي أحمر، رمادي أزرق، رمادي أخضر. التبغ يحترق والحياة تنسرب. للرماد طعم مر بالعادة نألفه ثم ندمنه كالحياة تماماً.
كلما تقدم العمر بنا غدونا أكثر تعلقا بها. لأجل ذلك أغادرها في أوج اشتعالي، ولكن لماذا؟ إنه الإخفاق مرة أخرى. لن ينتهي البؤس أبدا. وداعا يا ثيو، سأغادر نحو الربيع.